في تطور جديد على قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، أعلنت دول التحالف البوليفاري للأمريكيتين عن دعمها للإكوادور في أزمتها القائمة مع بريطانيا إثر لجوء أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن. ودعت دول الطرفين إلى مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. نعرب عن دعمنا لحكومة الإكوادور في مواجهة تهديدات البريطانية لمبنى البعثة الدبلوماسية. نحن نكرر حق الدولة في منح اللجوء السياسي. وتحاول بريطانيا منذ أشهر اعتقال أسانج لتسليمه إلى السويد، حيث يتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تهم يعتبرها أسانج ملفقة. أطالب رئيس أوباما بفعل الشيء الصحيح والتوقف عن ملاحقة ويكيليكس. يجب على الولايات المتحدة أن توقف التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويخشى أسانج من تسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التجسس بعد نشر موقعه مئات الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية.